في عام 1929 حدث مهم، يمكن يكون أهم حدث، الكساد العظيم، أكبر كارثة اقتصادية صارت في القرن العشرين. ضعني في الصورة وحدثني عن حكاية هذا الكساد. هذا الكساد هو النتيجة الطبيعية المتوقعة أن تحدث لتراكمات آثار الحرب وانقسام الأسواق. وش اللي صار بالضبط؟ يعني اشرح لي الكساد. ما فهمت. خلال بعد نهاية الحرب في تقريبا 1918 حصل كساد بسيط في 1920 بعدها مباشرة، و 1921 كبوة بسيطة، ركود، يعني ركود خفيف، رجع الاقتصاد منها إلى وضع معقول ومقبول. لكن في تلك الفترة بدأ تساهل في السياسة النقدية، بدأ تساهل ضخم جدا في الديون، تعاظمت أسعار الأسهم بشكل أكبر من القيمة الحقيقية، لأن ترى سوق الأسهم في الغالب إحنا نعتبره هو تنبؤ لأرباح الشركات في المستقبل. فلما تكون أموالك اللي تضعها في السوق ما تحقق لك أرباح المطلوبة من خلال عائدات الأسهم، سواء في قيمة السهم السوقية أو في عائدة، إذا أنت خسران. فالتعاظم الكبير بسبب السيولة النقدية والتساهل، وهنا كان يلام الفيدرال ريزيرف بنك، البنك المركزي الأمريكي في تلك الفترة، في أنه ما ضبط العملية اللي في وقت متأخر. خلال هالفترة وإحنا طالعين من فترة بسيطة من حرب، ولا زالت آثار الحرب واحد موجودة، لا زالت أثار انقسام الأسواق موجودة ما فتحت، لا زالت الأسواق في حمائية بين الدول، ومهو مسموح بسهولة لحركة التجارة كما كانت قبل الحرب العالمية الأولى. فأنت عندك تباطؤ، أسباب التباطؤ موجودة في الاقتصاد، في نفس الوقت عندك سيولة ضخمة وديون بدأت تتعاظم. في نهاية تقريبا في 1928 بداية 29 بدأ البنك المركزي الأمريكي يحاول يشدد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة. مع تعاظم الديون ومع انخفاض الطلب الموجود ومع انقسام الأسواق اللي كانت حاصلة في تلك الفترة وتدخل البنك المركزي في رفع سعر الفائدة، جاء الكراش اللي حصل. نزل كمثال داو جونز في أمريكا من 381 إلى تقريبا أقل من 298، يعني انهار السوق تقريبا الأمريكي. نزل 40% من قيمته بعد هذا خلال شهرين. بعدها بفترة بسيطة بدأ يرتفع شوي، قبل نهاية 30 أو تقريبا في 31 ميلادي انهار قيمة المؤشر من 381 اللي كان الأساس عليه قبل الأزمة، وبعدين وصل إلى 198، بعدين ارتفع إلى 200 وشوي، نزل إلى أقل أو حدود 40، يعني فقد إلى في حدود 85% من قيمته. طيب هو الآن خلال هالفترة البطالة ارتفعت، وصلت البطالة في أمريكا إلى 25%، يعني تصور ربع السكان ما عندهم عمل، واللي عندهم عمل وموظفين نزلت دخولهم وأجورهم بحدود تقريبا 42%. في بعض الدول الأخرى نزل ازدادت البطالة إلى تقريبا الثلث أو 40%. خلنا في أمريكا، أمريكا الحين كم يعني الاقتصاد أو الناتج المحلي كم كان وصار بعد الأزمة؟ نزل تقريبا في حدود 3%، خليني باخذها بالنسب المئوية. المؤشر نزل بشكل أكبر، الاقتصاد الأمريكي نزل بشكل أقل مقارنة بالمؤشر، بس التوظيف تأثر، بدأ الاقتصاد في قريب من النمو المنخفض اللي هو قريب الصفر أو بعض الأوقات يكون بالماينس 1% 2%، لكن ما هو بالانهيار الضخم. طيب الأرقام اللي نقراها أنه نزل من 103 مليار الناتج المحلي إلى 55 مليار، أرقام دي صحيحة؟ أي بس هذه متأخرة. فأنت تتكلم على مدى السنوات، ما تتكلم على سنة واحدة، لأنها الكساد العظيم استمر تقريبا من 1929 إلى 1945، وبعض المؤرخين يضعونه إلى 1939 اللي هي بداية الحرب العالمية الثانية. لكن فعليا الانتهاء كان في 1945. فهذه تراكم الانخفاض السنوي أدى إلى انخفاضه تقريبا بفقد في حدود النص إلى 40% من قيمته. لكن الحين ينهار سوق الأسهم، أفهمها، يصير في 13 مليون سهم يعرض للبيع ولا أحد يشتري، أفهمها. لكن إيش دخل بنك في النمسا ينهار؟ جميل. وبعدها ينهار المنظومة المصرفية في ألمانيا. المشكلة في أمريكا، إيش دخل النمسا وألمانيا؟ طبعاً إحنا تكلمنا قبل إنك بدأ اندماج في الأسواق العالمية، بدأ الانفتاح، بدأ الارتباط، خاصة لما نتكلم على أوروبا وأمريكا بالذات، لأن أمريكا هي
الاكستنشن ولا التوسع اللي حصل من أوروبا، فالعلاقات الاقتصادية والمالية كانت مستمرة، التمويل بعض هذه الاستثمارات الموجودة كانت من هذه البنوك، بعض المستثمرين اللي ينتقلون من أوروبا إلى أمريكا اللي نسميهم المستثمر الدولي عنده محافظ في أكثر من دولة، لما تنهار سوق هو يحتاج أن يعيد توازن محفظته في الأسواق الأخرى بسبب التزامات عنده يحاول أن يسددها من هذه الأموال، أو يحتاج أنه يعوض بعض الخسائر أو يدخل في السوق بمبالغ مختلفة فيجي الأثر لأنها مجرد أنها انهار. هذا واحد. ثانيا ارتباط الأسواق الجزئي ببعض، إذا انهار سوق متوقع أن الأسواق الأخرى ستأثر به، خاصة لما نتكلم في التقارب الموجود، وكان السوق الأمريكي في تلك الفترة بادي يتوسع وبادي يصير من أهم الأسواق في العالم، وفي تلك الفترة ترى كل دول العالم تأثرت بهذا الكساد بما فيها منطقتنا، يعني يمكن المؤرخين كانوا يؤرخونها بسنة المجاعة في الجزيرة العربية من شدة المجاعة اللي حصلت، وتوقع أنها تتوافق مع نفس السنوات الكساد العظيم. طيب رفض المنتجات الأمريكية، الأوروبيين في بعض أسواقهم أغلقوا الأسواق ضد المنتجات الأمريكية، كان له دخل في تفاقم الأزمة ذا؟ أكيد هو اللي حصل، إن كانت الحكومات تحاول أن تعالج الأزمة. طيب عشان تعالج الأزمة وش تتخذ من سياسات؟ أول شيء تتخذه بعض الحكومات وللأسف هو الحمائية، سك السوق. تبي تحاول أن تفتح السوق الداخلي لمنتجاتك المحلية، بالمقابل السوق الآخر بيقفل. تجي هنا إشكاليتين، أولا أنت حتى تعوض الطلب اللي كان يجيك من الأسواق الأخرى، مواطنينك يطلبونه من الأسواق الأخرى، تحاول أن تنتجه في الداخل لقد ما تكون عندك الكفاءة المطلوبة، فيصير في نوع من الهدر للأموال في هذا الاستثمار، بالمقابل ما عندك أسواق أخرى تفتح لها لأن الكل مقفل سوقه. وفي تلك الفترة ارتفعت الجمارك الحدودية بين الدول، وصلت في بعض الدول إلى 30% من قيمة البضاعة. أمريكا ردت بالمثل، رفعت الكل رافع، يعني كانت في المتوسط في الدول الغربية في حدود 25%، في بعض الدول النامية تجاوز 30%، فصار في بضائع ما تنباع، فصار في إغلاقات للأسواق بسبب ارتفاع التكلفة.